هلا يا نور، وصلنا إلى فقرتنا التالية. رح نحكي اليوم عن مشاريع صغيرة، يمكن بفترة قليلة كتير من الصبايا بلشوا بمشاريعهم الخاصة، سواء أولى عبر الإنترنت لحتى يساعدوا عائلاتهم بالمدخول الاقتصادي للمنزل. رح نحكي اليوم عن مشروع صناعة الصابون وحرفة أيضا الحياكة، حياكة الصوف، خاصة هلا بهالشتوية وبهالمنخفضات، ما في أحلى من الصوف، ما بيدفي غيره. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع مرام. صباح الخير مرام. صباح الخير لي، يسعد صباحك. صباحك يا رب. يسعد صباحك مرام. يمكن عم نشوف مثل ما قالت ليا بالآونة الأخيرة كل الصبايا والسيدات عم تتجه نحو الأعمال اليدوية وعم يكون إلى مشروع الخاص. خلينا نحكي إمتى بلشتي وقديه صار لك عم تشتغلي؟ بالبداية بدي أوجه تحية أكيد لكم. بالبداية والدتي هي فنانة تشكيلية. من وقت ما كنت صغيرة أنا ربيت ببيت فيه، يعني فيه فن، فتعلمت من وقت ما كنت كتير صغيرة. بل قررت أبدأ مشروعي تقريبا من شي سنتين. بديت بقصص صغيرة، بلشت بقصص اكسسوارز هيك بسيطة كتير، وتعلمت كمان الكروشيه اللي هو طب الصوف، ومن جديد بلشت اتعلم الصابون وطور هذا المشروع. تمام. يعني قبل ما نروح على الصابون، خلينا نشوف شوي صناعة الصوف. يعني كتير حلو انه يعني صبايا بيحبوا يشتغلوا بايدهم، ما بيعتمدوا على الجاهز. اليوم معك انت قطعة عم تشتغليها بسنارة وحدة؟ اي سنارة وحدة. تمام، يعني هاي بسنارة، الباقيين بسنارتين؟ كمان سنارة وحدة، كمان بس سنارة. الخيط هو اللي بيختلف، حجم السنارة هي اللي بتختلف كمان حجم الخيط. تمام، خلينا هيك نشوف بأسلوب بسيط إذا فينا هيك على الكاميرا، كيف فينا هيك نحن نعمل لفحة قبة للزينة؟ فينا نشرح يا مرام؟ اوكي، هلا نحن عندنا قطب متعدده. أوكي. القطبه الاساسيه اللي نحن لازم نتعلمها لحتى نقدر نشتغل اللي هي القطبه ذات اللفه. تمام، يلي هي بناخذ خيط بنلفه على السناره، وبناخذ القطبه بنرجع بنسحب، صار عندنا ثلاث خيوط على السناره. كمان نسحب اول وحده، نسحب ثاني وحده. اول وحده بتسحبيها قطبتين، ثاني وحده بسحبها قطبتين. ليش؟ عم نشوف نرجع على شو اسمها هي القطبه. هي ذات اللفه، القطبه الاساسيه بالكروشيه. تمام، بعدين نحن بس نتعلم هي القطبه بصير فينا نتفنن بباقي القطب الثانيه. تمام، نرجع منعيد. اخذنا لفه، صار عندنا ثلاثه، لفينا طلعنا تنتين، بقي عندنا تنتين، بنلف بنطلع الثلاثه. اوكي اوكي تمام. يعني طيب اذا كانت وحده مرتخيه من هدول القطب، يعني هيك ما نحنا مشدوده، نحن ماسكين الخيط، نحن ونحن عم نشتغل ماسكين الخيط، فنحن متحكمين فيها. لانه انا عم بسالك هذا السؤال لانه مره جربت اشتغل فكانت القطبه معي هي تكون ملخية. شيء رخوه، شيء قاسي كثير، انت لانه ما حتى المشدوده غلط، صح؟ المشدوده كثير غلط والمنخيه كثير غلط. فنحن هون ماسكين هذا الخيط، يعني اول ما الواحد بيتعلم بيشد كثير. تماما، نحن ماسكين هذا الخيط، فنحن بنتحكم يا بنرخيه كثير يا مش الدكتور. نحن ما بدنا لا نشد ولا نرخي، بدنا نكون ماسكينه بس لحتى يكون سلس بالشغل. هي القطبة الأساسية للكروشيه. تمام، خلينا نحكي عن القطب الثانية لأنه معك قطع أخرى، هون عم نشوف يمكن شالات قطب أكبر والسنارة بتختلف. تمام، هلا هذا عندنا الشال هو صاير هذا صوف سميك. تمام، الخيط سميك، فالسنارة عم تكون هون أسمك من هي. هي سنارة واحدة ولا تنسي؟ سنارة واحدة. تمام، هي القطبه اسمها قطبه معكوسه، يعني انا بدل ما اخذ اول قطبه باخذ الثانيه وبرجع للاولى. اوكي تمام. هذا عندي شال المخمل، كمان خيط مخمل، كمان بده سناره اسمك لانه هو كثير عم يجي تخين. كمان بسناره وحده. هلا الشغله كل ما تخن الخيط وكبرت السناره كل ما بتخلص القطعه اسرع. تمام. يمكن اسهل بطريقه القطبه. تماما، اسهل، اسرع، بترمي اكثر، بتخلص القطعه اسرع. طيب هلا حكينا عن انواع الخيوط، كمان بالسنارات في لها انواع والى احجام. أكيد. خلينا كمان نتعرف معك شو هي الاحجام اللي بتناسب الخيوط الرقيقه والاحجام اللي لازم ناخذها للخيوط الرفيعه. تمام. والسميكه عفوا، وفي الكروشيات تبعوت طاولات السفره وهيك. تمام. كمان بدهم انحف من اللي معك، صح؟ هلا الفكره بالبدايه في نوعين للسناره، سناره اللي ايدها بلاستيك مثل هي اللي انا بستخدمها، هي حديثه كثير. تمام، في سناره اللي مالها بتكون كلياتها هي حديد، عباره عن حديد وما فيها بلاستيك، هي بتوجع الايد على الشغل، يعني على الوقت بتضايق.
فهي هي اريح بالشغل. الاحجام بتبلش عندك الحجم من الصفر للعشرين. تمام. يعني في الاطباق مثل ما قلتي تبع الطاولات كتير كتير سنارة كتير صغيرة، يعني حتى إذا بدك في سنارة ما فيك تشوفيها، يعني ما بتبين معك هي السن تبعها. تمام. السن تبعها ما ببين معك أبدا كتير، ما رقيقة كتير لأنه في خيوط كتير كتير رقيقة اللي هي دي أم سي. أساسا الكروشيه متنوع، في قطب كتير مختلفة وجميلة. طبعا. كمان معك صابون، خلينا نحكي عن صناعة الصابون. كمان بتشتغلي بصناعة الصابون، شو أكثر الأنواع يمكن اللي بتستخدميها وفي قوالب معينة وأشكال معك اليوم؟ تمام. بالبدايه الصابون اللي انا بستخدمه هو صابون نقي. نحن بنعرف انه القديم كان الصابون هو عباره عن زيت قديم ويحطوا له قطرونه وبيغلوه، هذا الشيء يعني بيحطوا له مواد كيماويه. هذا الشيء انا ما فيني استخدمه بشغلي لانه انا ضمن شغلي عم بقدر اصنع صابون للبشره. فهداك الصابون هو بيأذي. الصابون اللي انا هلا عم بستخدمه بشروعي هو صابون الجليسترين النقي. يعني أنا بجيبه جاهز، صابون جليسرين شفاف نقي 100%، بجيبه جاهز وبشتغل عليه. بستخدم الألوان يلي بتناسبني. القوالب عم تكون هي قوالب سيليكون، عم بختار الموديل الديزاين اللي أنا بدي إياه بيناسبني، وهيك عم نشتغل بهي الطريقة. تمام. وأكيد الصوابين فينا نستفيد منها للخزانة، للبيت، وللاستخدامات أيضا الشخصية، صح؟ تمام. هلا أنواع الصابون لأنه فيها ريحة. تمام. هي الريحة يعني قبل ما أفوت بأنواعه، في كثير من الصوابين بنجيبها بعد شوي يمكن بتفقد الريحة تبعها، بتفقد الفوائد اللي بتقدمها. هي الصوابين قد ايه بتعيش؟ هلا هون نحن عم نشتغل الصابونه بايدنا، فنحن فينا نتحكم بحجم المعطر اللي انا بدي احطه. اذا كترت معطر مثلا بتفوح الريحه اكثر، خففت تعطير كمان بتخف الريحه. كمان بنفس الوقت صابون البشره انا ما فيني احط له معطر كرمال البشرات الحساسه ما تتاثر. نحن عم نشتغل كمان على بوكسات صابون عم تكون هي مثل كادو مرتب جديد لعروس او كمان كتنسيقه لبيبي. تمام. فنحن بنتحكم بالشيء اللي نحن بدنا اياه. يعني الصابون لما عم نزيد له نحن حجم العطر عم يضل عنا عمر اطول، لما بنقلل حجم العطر بتختفي الريحه بسرعه. ويمكن مثل ما قلتي هلا بالاونه الاخيره كله عم يتجه حول المواد الطبيعيه، وعم نشوف صناعه الصابون اليدويه عم تنتشر بشكل كثير كبير. بس خلينا نحكي يمكن هي بتكون اقل تكلفه، يعني الاحوال اليوم الاقتصاديه والمعيشيه صعبه، فقديش عم تراعوا موضوع فينا نقول الاسعار اليوم ونسبه الربح من خلال المبيع؟ هلا قطع الصابون اللي نحن عم نشتغلها حجمه عم يساعدنا كرمال تكون مساعده للناس. يعني انت مثل ما لك شايفه انا عندي قطع كبيره وعندي قطع صغيره، كل الاحجام صحيح. تمام. فالقطع الصغيره هي بتناسب كل الناس، يعني بالنهايه القطعه عم يكون سعرها بحدود ال1000 ليره، فاي يعني اي حدا قادر انه يشتريها. قد ما كان الوضع الاقتصادي صعب فهو قادر يشتري. هي نقطه حلوه لما يتم اخذ يعني دائما ملاحظه الاسعار وقديش رح تكون متناسبه مع اصحاب الدخل المحدود، فهي نقطه كثير مهمه يمكن بتمنى من الكل ياخذها بعين الاعتبار. اكيد. تمام. مرام، يعني انتقلتي من الكروشيات والحياكه الى صناعه الصابون. بالبدايه هيك خلينا نعرف شو هو الشيء اللي حببك، وطبعا صناعه الصابون لازم الواحد يكون عنده خبره بمواد، بدمج المواد، واذا بده يتطور رح يكون في لازم يكون عنده الات كبيره او مكنات خاصه بصناعه الصابون. لما بلشتي ايمت ولما هيك بلشتي تنتجيهم، مين اكثر شيء شجعك وقديش مشروعك هيك له افق اكثر؟ بالبدايه اكيد والدتي هي اللي شجعتني لحتى انا بلش كل شيء. انا ببلشه كل مشروع ببدا من جديد والدتي بتكون عم تشجعني انه معلش بلشي وانت قادره. تسلم يا رب. فالصابون نحن ضمن الصابون بدنا نتعلم كيف دمج الالوان، يعني اللون مو سهل يطلع اي لون. تمام. نحن بندمج اوقات 4-5 الوان لاقدر اخذ درجه لون انا بدي اياها. بالبدايه كثير خبصت وكثير نزعت قطع وكثير كبيت قطع. مين علمك؟
والدتي علمتني شوي وحضرت يوتيوب شوي وعملت دورات كمان. حضرت دورات بالأمانة السورية كانوا قايمين دورات، فتعلمت من خلالهم. لما بتتعلمي غير لما بتشتغلي بإيديك، لما بتشتغلي بإيديك أنت بتتعلمي من حالك. تماماً بتتعلمي من حالك. يعني هن معلمونا الشيء الأساسي، بس بالنهاية أنا بدي مثلاً اللون الموف، يعني أنا ما فيني أجي ما في لون موف جاهز بالسوق، فأنا بدي أخلط ألوان لأحصل على درجة اللون اللي أنا بدي إياها. كمان نفس الشيء بالروائح، أنا كنت مفكرة أنه خلاص مثلاً حطيت ريحة وخلاص، يعني حطيت عطر وخلاص. لا، أنا اكتشفت أنه أنا أوقات فيني أدمج عطرين يعطوني عطر جديد، يعني شيء مميز خاص فيني أنا، شيء ما حدا عامله من قبل. يمكن أنت صبية صغيرة بلشتي بعمر مبكر مشروعك الخاص، وقلتي يمكن خربطت كثير وقعدت كثير ويعني اخذتي وقت لقدرتي فعليا تمشي بمشروعك. خلينا نحكي عن هي الصعوبات، يعني لكل الصبايا اللي عم يشوفونا حابين يبلشوا مشروع جديد، انه لا في يعني خطوات بدنا نمشي فيها، في قصص ممكن ما تزبط، بدنا نعيد الكره مره واثنين وثلاثه لحتى ننفذ مشروعنا الخاص. اكيد بدي اقول لهم انه كلياتنا بالحياه معرضين لمواقف ومعرضين نفشل ومعرضين نقع، بس بالنهاية الأنثى لازم يكون عندها إصرار على النجاح، إصرار على الشيء اللي هي حابة إنها تعمله. يعني أنا كتير وقعت بشغلات وقعت بقصص وخربطت كتير وغلطت كتير، بس بالنهاية أنا عندي إصرار إنه أنا بدي أوصل للشيء. طول ما أنا عندي هذا الإصرار أنا أكيد. لوين حابة تكملي بمشروعك؟ عندي طموح يكون مشروعي عالمي بيوم من الايام، يعني يصير ضم كل شيء بخص الهاند ميد، جميع اشكال الهاند ميد. وهلا عم طور من نفسي كمان، يعني عم بتعلم كمان هلا من جديد قطع الشمع كيف بتصير، عم بتعلم كمان، عم طور بالاكسسوارز، عم بشتغل كمان، عم بتعلم تطريز الساتان من والدتي. فانا عم طور من حالي، وطول ما انا عم اشتغل على حالي اكيد رح اصل للمكان اللي بدي اياه. ان شاء الله اكيد يا رب. مرام، يعني هلا بوقتنا الحالي صار اي حدا بيفتح مشروع ما انه مضطر يفتح محل او يمكن يشارك كثير ببازارات، عنا السوشيال ميديا، عنا الفيسبوك، فينا نعمل صفحه وفينا نبيع من خلالها. اليوم قديش ساعدتك السوشيال ميديا على الانتشار؟ قديش صاروا ناس يوصوكي؟ يمكن سهلت عليك تكاليف اخذ محل واستئجار وديكور ولبين ما تعملي اسم على هالنت من وراء الموبايل؟ صار يمكن اسماء كثير صارت عالمية من وراء الموبايل. صح، بدايتي أكيد كنت سوق للشيء اللي أنا عم بشتغله لمنتجاتي عن طريق السوشيال ميديا. عملت جروب فيسبوك وعملت جروب كمان صفحة على الإنستغرام، وأكيد ساعدوني صرت أنشر عليهم. كمان بدي أقول لك شغلة، في المراكز الثقافية عم تقيم بازارات مجانية. هاي البازارات المجانية عم يساعدونا من خلالها نروج للقطع اللي نحن عم نشتغلها مجانا. يعني تقريبا حوالي كل شهر عم يصير في بازار مجاني، والجمعيات الحرفية كمان عم تقيم بازارات مجانية. يعني أنا وقت عم روح على بازار مجاني أنا مالي مضطرة أدفع شيء أجرة طاولة ولا أي شيء، تمام. يعني أنا بس بروح بعرض القطع اللي أنا عندي وبقدر بيعها كمان بالمبلغ اللي أنا بناسبني، يعني تمام. فبدي اقول لك انه نحن قادرين، نحن حتى بالظروف الصعبه نحن قادرين نعمل شيء طول ما نحن حابين انه نعمل شيء. يعني ما نتحجج انه الوضع صعب وما نتحجج انه ما في محل، يعني نحن لما بيكون بدنا نعمل شيء نحن قادرين نعمله. طيب خلينا نحكي عن تفاعل الناس لما تشتركي ببازارات مثل ما قلتي، ويكون في تفاعل هيك وتواصل مباشر، ردود افعال الناس على شغلك كيف عم تكون؟ قديش يمكن تعطيكي حافز لانه المره الجاي بدي اشتغل بطريقه مختلفه، اعمل شيء جديد؟ اكيد بالبدايه هن مثلا عندي هدول قطع الصابون، انا كنت عامله هدول تمام، فبتجي مثلا الزبونه بتقول لك يا ريتك عملتي لي لون ازرق، تمام. فهي بتعطيكي فكره، او مثلا اجت زبونه قالت لي انه انا عندي بيبي، يا ريتك عملتي لي انه شيء ازرق للبيبي. فريحه اخترت قوالب هي بتناسب البيبي. بالنهايه الزبون هو يلي بيساعدك
الزبون هو بيساعدك او اوقات بتاخذي فكره من الزبون، يعني الزبون بيجي بيعطيكي فكره انت عن جد ما كانت جايه على بالك او ما كانت خاطره ببالك ابدا. تمام. يعني نحن بدنا نتمنى لك التوفيق وهيك ان شاء الله بتوصلي لحلمك ووين ما بتحبي يا رب، وهالشغف يلي موجود داخلك كثير حلو انه هيك عطيتينا اياه وقدمتيه للناس، موفقه بشغلك وهيك بتمنى لك كل شيء حلو يا حبيبتي. شكرا لك. اكيد بنتمنى لك التوفيق بخطواتك القادمه، واكيد ان شاء الله مثل ما قلتي يستمر مشروعك ويوصل للعالميه. شكرا كثير لك. شكرا لكم، يسعد صباحكم. شكرا لك.